السلام عليكم. صداقات وأصدقاء والعائلة يعني طاقة صعيب باش الإنسان يتكلم في هاد الحد ديال الوفاء، لأن علاقتي مع توفيق مصباح يعني كتبت 21 سنة، صعيب باش نتكلم عليها في واحد دقيق القلب ديالي هو اللي كيدوي دابا. توفيق مصباح من الناس اللي حبيتهم وبغيتهم قبل ما نتلاقى معاه، مع انطلاق ديال الأسبوعيات البيضاوي 2002، لكن من بحكم العلاقة ديالي الأخوية مع عبد الرحيم عريري، فكنت من يعني من الناس الأولين من المؤسسين ديال الأسبوعية المأنني دائما تختمنا دائما باسم مستعار. فمقابلتنا قبل ما نشوفه مقابلتنا واحد سنين، فبعد 3 أشهر فكان طلب مني عبد الرحيم، مش كان المرحوم يكتب واحد المقال على المحمدية، بحكم أن الاشتغال ديالي كنت في المحمدية اللي محتاج شي معطيات لواحد الموضوع بلا ما نقول الموضوع. فملي تلاقينا المهم بسرعة يعني تصاحبنا في هذاك النهار، ولكن اللي زاد اللي عمق الصداقة ديالنا أنا مش كنعرفو موت البرنوصي. مني كنهضرو قال لي أنا موت البرنوصي هذا يعني حنا ولاد البرنوصي عندنا هاد القضية يعني كنسمعو البرنوصي بحال كنسمعو خوه ولد عم يعني شي واحد قريب. مني غادي نحاول نختصر ما يمكنش ليا الطول، هاد الجملة اللي قال الأخ ديال توفيق على الموت، أتفاوض مع الموت بحكم التجربة ديالي مع السرطان في 2014، كنت الحمد لله كنت ألفت واحد الكتاب أنا والسرطان، إعادة القراءة والتصحيح كما كيعرفوا الإخوان الكتاب، ضروري كنعطي واحد ديال الأصدقاء أنهم يديروا إعادة القراءة، فعطيت لواحد 6 ديال الأصدقاء أغلب ديالهم صحفيين، فالوحيد مني قرأ الكتاب وصحو وعطى شي حاجه من عنده واحد الجمله ما عمرني ننساها دائما تنذكرها، جمله ديالو كاينه في الكتاب ديالي. وملي توفى واحد التنوينه في فيسبوك كتبت هذيك التهديره ديال توفيق مصباح، يعني التفاوض مع الموت ماشي في 2023، في 2015 اش كتب توفيق في الكتاب ديالي؟ اذا جاء الموت سأدعوه إلى شرب قهوة ولا رحل سويا. شوف أن هذا يعني هذا التعبير يعني هو مش أنا كنقول مني سيختم مني عرفتهم مني عرفتهم مريض وتصدمت أنا صراحة مريض بصدم ديالو، مش ديال الموت ديال سماع الخبر، لأنه هو كان عيط علينا بحكم العلاقة ديال مع الأطباء ديال السرطان والجمعية المهمة هذه السنوات، فقال لي نطلب واحد الاستشارة مع الطبيب ديالك عم الطبيب مني إذن. قلت له مرحبا، عيطت للطبيب مني إذن درت معاه موعد، ففي الصباح تيقول لي توفيق لا راه كنعتذر. أنا كنظن ظنيت بأنه شي واحد من العائلة كما كان واحد من الأخ ديالو كنا ديما معاه الناس شي تقريبا واحد شهر ولا هنا، أنا دائما تندوي معاه بحكم يعني الاشتغال ديالي مع الاخوان في الفاس بريس، هو كان سكرتير التحريك المنسق وقت كنسميها بنك ملي كتوحل مع مثلا في انتاج شي موضوع كتعطي التوفيق كيعطيك الطريق. فانا كندوي معاه يعني ديما هاد الطريقه ديال الهضره دائما فيها السخريه والضحك وهذا، ويقول لي واش عرفتي فين دابا انا؟ فين يعني انا في كلينيك لي طوغا انا كندير الشيميو وهاد القضية باقي الان انا ما يعني ما صدمة كبيرة مش الصديق ديالك وعزيز عليك وعزيز عليه وكتحق معاه تيقول لك انا كندير الشيميو وانا ديك الشيميو هذيك الشيميو انا عارفها دوزتها عارف كي دايرة
والكاسات ديالها والجو ديالها. فهذيك النهار مشيت عندو الكلينيك وبقينا على تواصل. اللي بغى باش نقسم يعني بدون المجامله ولا هذا، كاين واحد العدد ديال الاصدقاء ديالي انا كنسميهم اولياء الله. هذه ما يعني من القلب ديالي. علاش؟ الانسان اللي كتعرفو 40 سنه ولكن فيهم شي وحدين هنا توفيق مصباح 21 سنه، واش ما متسجلتي عليه شي خطا؟ ماشي معايا انا، مع الناس، مع المحيط، مع اي واحد، مع مصر. هنا الناس تقول منو اولياء الله واكثر من اولياء الله، لان اولياء الله ربما دازوا في واحد الوقت ماشي في هذا الزمان اللي كنعيشوا حنا. هذا الزمان بلا ما نقول شي حاجه، شي وصف اللي لا يليق، كتبقى انسان نزيه. اولا نزيه في المهنه ديالو كصحفي، مخلص في العلاقات ديالو الانسانيه، الوفاء. ومساله اخرى يعيش في الظل، كيختار الظل. ولهذا ما تنصفش. علاش ما تنصفش ككاتب؟ حنا دابا ملي كنسمعوا على مصباح كمبدع، انا ما خدناش الحق ديالو، ما خدناش الحق ديالو. علاش؟ هو كان كيختار الظل. انا شخصيا درت عدد ديال اللقاءات على الكتاب ديالي انا والسرطان، ما تيبغيش يحضر. المرة الوحيدة اللي حضر معايا في هاد القاعة هادي 2016 وما حضرش من الأول، جا حضر واحد 5 دقائق وانسحب. البقاء لله. احنا دائما الدعوة ديالنا معاه لا تنقطع، وإلى لله وإليه راجعون. وشكرا على الدعوة ديالي باش نعطيها الشهادة.